السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم شريف محمد من شركة كرييتيف جروب. النهاردة هنشرح تالت محاضرة من كورس الموشن جرافيك، وهي الوركينج والسوليد أو ماسك لاير. طيب احنا هنتكلم النهاردة عن الماسك لاير وازاي نقدر نتعامل مع الماسك لاير. قلنا قبل كده ان احنا الماسك لاير نعمله من نفس التول اللي بتعمل الشيب لاير، يعني التول اللي بتعمل الشيب التول اللي بتعمل الشيب لاير اقدر اعمل بيها ماسك لاير واقدر اعمل بيها شيب لاير. طيب خلينا نبتدي نعمل نيو كومبوزيشن زي ما اتعلمنا المشروع بتاعنا، كنترول ان نفس المقاسات بنفس كل حاجه، ونبتدي نعرف ايه الفرق بين الشيب لاير وايه الفرق بين الماسك لاير. طيب احنا قلنا ان نفس التول اللي بتعمل شيب لاير هي التول اللي بتعمل ماسك لاير، ونفس الكلام برضو راجع للبين تول. يبقى البين تول اقدر اعمل بيه شيب لاير واقدر اعمل بيه ماسك لاير. طيب انا عشان ارسم شيب لاير فانا بدوس على الشيب لاير وببتدي ارسم بالشكل اللي انا عايزه. انا لو رسمت كده بايدي فبيطلع النسب بتاعتي مش مظبوطه، الدايمنشنز بتاعتي مش مظبوطه. عشان اظبط الدايمنشنز بتاعتي وانا برسم دراج كده بدوس شيفت، فكده حافظ لي على النسب بتاعتي. لو دوست كنترول كمان بيطلع من نص الشاشه، يبقى شيفت بتحافظ على النسب بتاعتي، كنترول بتطلعه لي من النص. طيب انا لو جيت وقفت كده في نص الشاشه وقلت له ارسم لي شكل شيب بدراج كده، فخلى الانكل بوينت بتاعتي فين؟ في نص الشاشه. طب شيفت يبقى انا كده بحافظ على النسب بتاعتي. طب كنترول يبقى انا بكبر الشكل او بفتح الشكل كله من نص الشاشه. طيب لو افترضت ان انا عملت مربع كده بشيب لير، تمام، يبقى ده كده الشكل بتاعي ده بقى بشيب مرسوم بشيب لير. وعملت سوليد كمان واخده لون مثلا كده وعملت برضو عليها السوليد لير، بيبقى ليها انكر بوينت في النص على طول، فمش محتاج افتح الاكشن سيف عشان اجيب نص الشاشه بتاعتي فين. ممكن اقف على السوليد لير على طول واعمل منها من نص الشاشه بالماسك لير برضو، وشيفت عشان تحافظ على الدايمنشنز، كنترول عشان نطلع شكل ايه من نص الشاشة. طيب يبقى انا كده عملت مربع من نص الشاشة ومربع تاني من نص الشاشة برضو بس شيب لير. يبقى انا كده عملت شيب لير وعملت ماسك لير من على سوليد لير. عملت ماسك عن طريق ان انا عملت سوليد لير وعملت عليه ماسك مربع. طيب ايه الفرق بقى بين الشيب لير وبين الماسك لير؟ قال لي الشيب لير انا ما اقدرش العب في الفيرتكس بتاعتها، يعني ما اقدرش امسك الزاوية دي كده والعب في شكلها، بس اقدر اكبره واصغره بنفس النسب، يا اما اكبره واصغره ان انا بعمله ستريتش وبعمله ايه سكواش، فانا بتحكم فيه كله كانه كتله. انما الماسك لاير انا اقدر امسك الفيرتكس بتاعته وارسمه واتحكم فيه زي ما انا عايز. يبقى انا بالماسك لاير اقدر اعمل الشكل اللي انا عايزه، اقدر ارسم الرسمه اللي انا عايزها، يبقى اقدر امسك الفيرتكس اللي انا عايزها والعب فيها، تمام. يبقى بعمل الشكل اللي انا عايزه عن طريق الماسك لاير. يبقى الماسك لاير اداني اتاحه ان انا اقدر امسك الفيرتكس بتاعتنا دي وارسمها او اعمل بيها الشكل اللي انا عايزه. طيب لو جينا في البين تول كده فضلنا دايسين كليك، فنلاقي حاجه اسمها ايه بين تول، وبعدين اد فيرتكس تول، ديليت فيرتكس تول، كونفرت فيرتكس تول، وماسك فيزر تول. يعني ايه اد فيرتكس تول؟ يعني هتضيف لي فيرتكس. لو جينا وقفنا على الباص بتاع الشكل بتاعنا وقلت له كليك فانا بضيف فيرتكس. لو جيت هنا عملت كليك وهنا كليك وهنا كليك وهنا كليك، فانا كده ضفت فيرتكس. فاكرين احنا برضو كنا في اول سيشن من الكورس بتاعنا قلنا ان في هنا علامه اسمها توجل ماسك اند شيب باس فيزيبيليتي، يعني بقول له ايه اظهر لي الباس بتاعي او ما تظهروش. لو انا عملت كده فانا مش هشوف الفيرتكس تول بتاعتي، هشوف الشكل كانه ايه شيب، كانه كامل ما فيهوش باس هقدر امسكه منه. كان لازمتها ايه؟ لازمتها ان انا لما بعمل ماسكات كتير بعد كده مش عايز امسك الماسك بالغلط والعب فيه، فببتدي اقفله واقول له فيزيبيليتي. طب عايزه يظهر تاني فبقول له ايه؟ انيبل. تمام. انا دلوقتي عملت فيرتكس تول زياده، ايه لازمتها؟ ان انا ممكن اقول له موف سيلكشن وامسك لي التول دي وارسم لي شكل معين، يعني فانا ابتديت اتحكم في الشكل اكتر من الاول. ممكن نعمل ترابيزه لو حابين اهو، ممكن نيجي نعمل كده، فاحنا كده كاننا بنعمل ترابيزه للشكل بتاعنا. ممكن نزود فيرتكس هنا وامسكها كده اتحكم فيها كده، ممكن نزود فيرتكس هنا ونمسكها كده ونتحكم فيها كده. احنا عملنا زي حاجه عامله زي الترابيزه عن طريق ان انا زودت فيرتكس ولعبت فيها. يبقى الاد فيرتكس بتزود لي بوينت، طب الديليت فيرتكس بتديليت البوينت، مجرد ما تدوس كليك عليها بس فانت كده ايه بتشيلها.
قال لي هل ينفع اشيل من الاساسي؟ قلت له اه براحتك بتشيل الحاجه اللي انت عايزها. طيب قال لي الكلام ده الاد فيرتكس تول والديليت فيرتكس تول نقدر نستخدمها واحنا واقفين على البين تول. مجرد ما تيجي بالبين تول العاديه تقف على الباص بتاعك فهتلاقي شكل البين تول اتغير بقى جنبيها ماي بلس موجب. لو دوست على الباص كده فانت كده بتحط ايه فيرتكس جديده. طب انا عايز ادليت الفيرتكس دي واقف على الفيرتكس واقول له ادليت من الكيبورد عادي فيبتدي ايه يدليت لك الفيرتكس. طيب بعد كده هنلاقي في تول اسمها كونفرت فيرتكس تول. ايه لازمه الكونفرت فيرتكس تول او بتعمل ايه الكونفرت فيرتكس تول؟ قال لي انا دلوقتي شايف ان الزاويه اللي عندي دي زاويه حاده زاويه 90. لو جبت الكونفرت فيرتكس تول ودوست على الفيرتكس فقلبتها لي كيرف، قلبتها لي زاويه واخده كيرف مش حاده بقى، وطلعت لي تانجنت او مماس اقدر امسك منه الشكل بتاعي واتحكم فيه. لو انا جيت بالسلكشن تول كده ومسكته فانا اقدر العب في الشكل بتاعي زي ما انا عايز. طب حابب العب في طرف واحد بس كنترول واسحب المكان الشكل اللي انت عايزه والعب فيه زي ما انت عايز. يبقى حابب العب في الاثنين بالسلكشن تول وبلعب في الاثنين، عايز امسك جزء واحد والعب فيه فانا بلعب فيه بكنترول وامسك البتاع. طب انا عايز احول لهناك برده فاروح اقول له كونفرت فيرتكس تول كليك فعملت شكل عامل زي بوابه كرتون شويه او انفوجراف شويه. طيب حابب ارجع من الكيرف ده عايز ارجعه زاويه حد تاني بنفس الكونفرت فيرتكس تول ودوس على الفيرتكس بتاعتك من تاني فيبتدي ايه يرجعها لك زاويه حد. طيب قال لك لو انا جايب هنا برده بين تول وعايز اعمل الكلام ده برده كيرف بدل ما اروح للكونفرت ممكن اقول له شورت كات كنترول والت وكليك على الفيرتكس فبيحولها لي كيرف. يبقى كنترول والت وكليك على الفيرتكس فدلوقتي نحول الفيرتكس بتاعتنا لكيرف. طيب يبقى انا كده فهمت ايه هي الفرق بين الشيب لاير وايه الفرق بين الماسك لاير. خلونا نيجي نشتغل بقى على الكلام ده. طيب انا حابب دلوقتي اعمل سوليد لاير واخده لون ازرق مثلا والسوليد دي هديلها اليبس هخلي شكلها اليبس فانا بغير في شكل الشيب عن طريق ان انا بدوس كيو فبيغير في شكل الشيب. كليك ودراج شيفت عشان تحافظ على النسب كنترول عشان تجيبها لي من نص الشاشه. طيب يبقى انا عرفت ازاي بعمل ماسك لاير عن طريق سوليد لاير، ان انا بعمل سوليد لاير وبعد كده بعمل عليه ماسك لاير. طيب انا لما جيت عملت ماسك لاير ظهر لي هنا كده في المربع بتاعي ماسك. لو فتحت ماسك هلاقي فيه ماسك واحد، يعني معنى كده ان انا اقدر اعمل على نفس اللاير كذا ماسك بكذا شكل. تمام؟ طيب لما فتحت كده لقيت في الماسك بتاعي بيقول لي ماسك واحد وجنبيه حاجه اسمها اد وجنبيه حاجه اسمها انفرت. طيب ايه الكلام ده او الكلام ده بيعمل ايه؟ قال لي والله خلينا نعرف. قال لي انفرت فهو العكس. فكره الماسك ايه؟ فكره الماسك ان انا بقول له انا عايزك توريني الجزء اللي موجود جوه الباص بتاعي. يبقى انا عملت باص دلوقتي دايره، انا عايز اشوف الجزء اللي جوه الدايره. تمام؟ يبقى فكره الماسك ان انا بقول له وريني الحاجه اللي جوه الماسك بتاعك اللي اتعمل. انا لو جيت كده قلت له انفرت فهيجيب لي العكس، هيجيب لي عكس اللي انا قلته، يبقى هيجيب الباك جراوند دي ويسيب جواه كده ايه فاضي. طب ايه الاسود ده؟ الاسود ده هو ترانسبيرنت. يعني انا لو جيت رسمت شكل شيب نجمه اهو واديتها لون تاني تمام وجيت حبيت حطيت النجمه دي تحت اللاير بتاعتي فكده هتظهر بس لما تيجي في الجزء بتاع الدايره المقطوع. ونكمل يعني ممكن اسجل لها كي فريم ان هي ماشيه كده من ورا بتنزل بزاويه بتعمل اي حاجه. وصلت؟ يبقى الجزء الترانسبيرنت ده او الاسود ده هو جزء ترانسبيرنت في الاصل. طيب انفرت هترجع لي الاصل. طيب امال ايه القايمه بتاعت القايمه دي اللي فيها اد دي؟ اول حاجه اسمها نان اد سبتراكت انسرت لايتنج وداركنج وديفرنس. اولا سبتراكت كاني بقول له انفرت، يبقى اول حاجه سبتراكت كاني بقول له انفرت. نان كاني بقول له ايه انا مش عايزك تعمل عليها ماسك بس عايزك تسيب لي شكل الباص بتاعك او حدود الباص بتاعنا عشان انا ممكن بعد كده قدام استخدم الباص ده. طيب بعد كده عندي انسرت الشكل المتداخل فانا كاني عامل سبتراكت. طيب بعد كده لايتنج بعد كده ديفرنس داركنج سوري بعد كده ديفرنس. طيب الكلام اللي تحت ده هيظهر امتى؟ من بدايه انسرت لغايه تحت هيبتدي يبان امتى؟
هيبتدي يبان لما يبقى عندي ماسك تاني. يبقى القايمة دي لازمتها ايه؟ لازمتها لما يبقى عندي ماسكين على نفس اللير. يعني لو افترضت ان انا عندي شكل مربع كده، هجيب شكل مربع واعمل على نفس اللير، اقف على اللير عشان تعرف تعمل ماسك، واترسمت كده. فانا كده عندي ايه؟ ماسكين، ماسك دايرة وماسك التاني مربع. طيب اعرف منين ده تبع الماسك التاني وده تبع الماسك الاولاني؟ عن طريق اللون اللي بديه للماسك. يعني انا لو جيت انا غيرت اللون ده قلت له خليك بنفسجي، فكده الدايره بقت هي اللي لونها بنفسجي والماسك المربع واخد اللون اللي تحت، يبقى المربع ده بيغير لي لون الماسك. طيب حابب نشيل الماسك يعني خالص من عليه عشان ما امسكوش بالغلط، فبقول له توجل ماسك اند شيب باسز فيزيبيليتي. كده انا ما اقدرش اشوف الباص بتاعي بس شايف الشكل بتاعي عادي. طيب حابب تعمل ايه؟ والله انا حابب دلوقتي اعمل انفرت للدايره. فانفرت الدايره احنا عرفنا ان عكسها هو الجزء اللي فاضي ده. طب ايه المستطيل اللي في النص؟ قال لي المستطيل اللي في النص هو ده الماسك الثاني اللي انت رسمته. لو جينا عملنا للماسك الثاني انفرت فهيجيب لي يقفل دي وهيقفل دي وهيسيب لي الجزء ده بس. ليه؟ ان لو شلنا الانفرت بتاع الدايره هو المفروض المستطيل ده الانفرت بتاعه الجزء اللي فوق ده كله والجزء اللي تحت ده كله بالدايره. وانفرت الدايره الجزء اللي فوق ده كله والجزء ده كده ما عدا الجزء ده. طيب انا دلوقتي حابب ايه؟ اطرح المستطيل من الدايره. فانا لو جيت عملت الثاني المستطيل ده سبتراكت، معنى كده ان انا طرحته من الدايره. تمام؟ طيب لو عملت له انسرت فانا بقول له اديني الشكل المتداخل بين الاثنين. لو فكينا الانفرت ده هيبقى الشكل المتداخل من الدايره والمستطيل هو الجزء اللي ظاهر في النص ده. طيب قلت له لايتنج فكاني بقول له اظهر لي الجزء ده. طيب سوري لو قلت له مثلا داركينج فكاني بقول له برده انسرت. طب لو قلت له ديفرنس فبقول له جيب لي الاختلاف بالشكل ده. لو قلت له واحده انفرت هيجيب لي اختلاف الثاني. يبقى الاسود اللي ورا ده ترانسبيرنت. عرفنا كده ازاي نعمل قطع مثلا ماسكين من بعض، او ازاي تطرح ماسكين او ثلاثه من بعض. طيب ديليت، خلينا نشتغل على ده. طيب قال لي في فرق بقى بين ان انا ادوس ام وان انا ادوس دبل ام. قال لي ام بس بتفتح لي الماسك باصص. ايه الماسك باصص؟ هو التغير اللي بيحصل للماسك بتاعي. يبقى الماسك باصص هو اللي بنسجله كي فريم لما بيحصل تغير للماسك بتاعي. دبل ام بتفتح لي كل الاوبشنز اللي موجوده جوه الماسك، من ضمنهم الماسك باصص. يبقى الماسك باصص من ضمن الاوبشنز اللي موجوده جوه الماسك. ماسك باصص، ماسك فيزر، ماسك اوباستي، ماسك اكسبانشن. طيب خلونا نشرح الاول يعني ايه ماسك باصص. قال لي الماسك باصص هو اي تغير بيحصل للباص اللي ظاهر قصادي ده. يبقى اي تغير بيحصل للدايره بتاعتي دي بسجل له كي فريم عن طريق الماسك باصص. يعني لو افترضت ان انا قلت له كليك كي فريم وان انت هتيجي هنا هيحصل تغير بالمنظر ده، ان الشكل ده مثلا هنمسك الفيرتكس دي هنجيبها هنا كده والفيرتكس دي هنجيبها هنا كده. بص هو اوريدي لوحده تحت سجل لي كي فريم، والفيرتكس دي هتيجي هنا كده. ممكن نعمل شكل نضاره، كنترول وكليك كنترول وكليك. فانا كده عملت شكل زي شكل نضاره. يعني لو افترضنا وجينا رجعنا لورا هنلاقي الشكل بتاع الدايره بيتحول لشكل نضاره وصلت. طب والله انا حابب ارجعه دايره تاني، فانا هاخد الكي فريم ده كوبي كنترول سي كنترول في، فيبتدي الشكل دلوقتي يروح للنضاره وبعدين يرجع للدايره تاني. طب انا حابب اثبته، خده ده كوبي بيست، فان احنا ثبتناه في الفتره دي وهو بعديها بشويه هياخد ده كوبي بيست، يبقى هيرجع تاني لشكل الدايره. يبقى انا كده قلت له كانه هتحول لشكل نضاره وبعدين ترجع تاني لشكل الدايره. والله حابب هنا يتغير تاني ان هو هينزل كده مثلا. يبقى كل ده انا عمال العب في شكل الباصص بتاعتي. اي حركه اي تغير بيحصل للباصص بتاعتي بتسجل له كي فريم عن طريق الماسك باصص. وصلت؟ طيب يبقى انا اي تغير بعمله في الشكل بتاعي بتسجل له كي فريم عن طريق الماسك باصص. تمام؟ فهمنا كده يعني ايه ماسك باصص؟ يبقى الماسك باصص هو اللي بيعمل تغير للحركه بتاعتي. طيب خلونا نعمل حاجه كده. في حاجه عندنا في الانيميشن اسمها مورفين. مورفين ايه المورفين ده؟ المورفين ده ان انا بقول له انا هحول شكل شيب معين لشيب تاني.
بمعنى صح ايه، انا عندي كوبايه وموبايل مثلا، عندي كوبايه وموبايل، عايز احول شكل الكوبايه دي تتحول لشكل موبايل، عايز احول شكل الموبايل لشكل ماوس، عايز احول شكل اللابتوب لشكل عربيه. يبقى انا ازاي اقدر احول شكل لشكل؟ هو عن طريق الباصص او عن طريق حاجه اسمها مورفين. ايه المورفين ده؟ هنشوفه دلوقتي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ والله هاخد نسخه من السوليد لاير دي، بس هدوس ام وهمسح الماسك اللي معمول فيها وابتدي اعمل ماسك تاني شكله مربع مثلا. فانا كده بقى عندي ايه؟ تو سوليد، واحده بشكل دايره اهي، واحده بشكل مربع. طيب وهاخد كمان نسخه دبليكيت كنترول دي وهدوس ام وهمسح الماسك اللي فيها وهعمل واحد تاني بشكل زي نجمه. ستوب. بالمنظر ده. طيب يبقى انا كده عملت مربع وستار ودايره. طيب هتعمل ايه؟ همسك التلاتة دول اعلم عليهم واقول لهم ام، وهاجي اعلم على الماسك بتاع كل واحده واقول لهم ايه؟ كليك، سجل لي كي فريم للماسكات بتاعتهم. تمام؟ وهعمل فيزيبيليتي لدي، وهعمل فيزيبيليتي لدي. يبقى انا عملت فيزيبيليتي لشكل الدايره وعملت فيزيبيليتي لشكل ايه؟ المربع، وخليت شكل الدايره بس هي اللي ظاهره، عملت فيزيبيليتي او خفيت النجمه وخفيت المربع وخليت شكل الدايره بس هي اللي ظاهر عندي. تعالوا بقى خدوا شكل المربع ده او الكي فريم اللي مدينا شكل المربع ده، كوبي كنترول سي، وتعالوا بعد تايم معين كده وقفوا على اللاير، وقفوا على كلمه ماسك باصص وقولوا له كنترول في، حطوا لي باسم. وتعالى برده خد الكي فريم بتاع اللي عامل لي شكل النجمه كنترول سي، وتعالى على كلمه ماسك باصص بعد شويه في التايم لاين وقول له كنترول في. تعالوا نشوف كده احنا عملنا ايه. احنا كده قلنا له انت هتحول لي من شكل دايره لشكل مربع لشكل ايه؟ نجمه. ممكن نزودهم كده شويه. ان انا بقول له الشكل بتاعنا بيتحول من شكل مدور لمربع لنجمه. عرفنا ازاي نقدر ناخد الباصص بتاعت الشكل ونحولها؟ طيب تعالوا نشوف حاجه ثانيه. الشكل دلوقتي وهو بيتحول من هنا لهنا لهنا، في حاجه اساسيه، في شكل فيرتكس متغير في الاربعه دول، هو الشكل اللي فوق ده هتحسوه مربع جواه مربع. النقطه دي او الفيرتكس ده اسمه سيت فيرست فيرتكس، يعني دي نقطه التحول او دي نقطه التغير. بصوا لما نروح للمربع النقطه بقت فين؟ النقطة بقت هناك، يبقى النقطة مشيت من هنا لهنا، للنجمة فين؟ لفوق. طيب أنا حابب أغير شكل النقطة دي أو مكانها، فأنا لو اخترت مثلا إن أنا عايز النقطة دي تبقى هي السيت فيرست بتاعتي، فأقول له كليك يمين حاجة اسمها ماسك أند شيب باصز، تعالوا عند حاجة اسمها سيت فيرست فيرتكس، خلي لي دي النقطة الأصلية. طيب تعالوا نكمل، تعالوا نغير كده الشكل بتاعنا، مثلا نخلي النقطة دي هي النقطة الأصلية. فلو جينا بصينا كده هيبقى الشكل بتاعنا اتغير. ليه الشكل اتغير بالمنظر ده؟ عشان انا غيرت مكان السيت فيرست فيرتكس. يبقى السيت فيرست فيرتكس هي نقطة التحول او الفيرتكس بتاع التحول بتاعي اللي بيتحول الشكل من الى. عرفنا يعني ايه المورفين؟ فهمنا يعني ايه المورفين؟ المورفين ده بيتعمل في حاجات كتيرة قوي وبيبقى شغل حلو وبيطلع كواليتي حلوة، يعني في ناس كتيرة في الانيميتورز بيشتغلوا بيه، احنا كانيميتورز بنشتغل بيه كتير. طيب خلينا نعمل حاجة تانية. ديليت، وانا مش عايز شكل غير شكل الدايرة. فهمنا كده ايه هو الماسك باصز وازاي اسجل الماسك باصز بتاعي كي فريم. تعالوا ندوس دبل ام ونفتح كل الاوبشنز ونفهم بقى ايه هي الاوبشنز اللي موجودة عندي دي. طب قال لي اول حاجة الماسك باصز، واحنا فهمنا ازاي نسجل لها كي فريم. الماسك باصز لما نيجي نبص كده مش هنلاقي ليها قيمة، في حاجة اسمها شيب، احنا ما بنسجلش عن طريق الشيب. لو دوست عليه كده هتلاقي القيم ظهرت لك في الليفت والرايت والبوتون والتوب. احنا بنسجل عن طريق ان انت بتمسك الفيرتكس وبتغير في شكلها. طيب بعد كده هنلاقي في حاجه اسمها ماسك فيزر. الماسك فيزر فهو شفافيه الاطراف، يعني انا لو جيت زودت كده
فبص الشكل بقى عامل ازاي، بقتش ما بقتش شارب، ما بقتش حاده من الاطراف، بقت واخده نعومه كده فيزر. طيب هنلاقي في لينك بين الاكس والواي هنا في الفيزر، لو فكناه فانا كده اقدر اعمل فيزر في الاكس بس او اقدر اعمل فيزر في الواي بس، ده لو انا حابب. لو في لينك وعملت الاثنين فابتدي بعمل فيزر في الاكس وفي الواي. تمام. بعد كده عندي ماسك اوباستي. ايه الماسك اوباستي؟ فهي شفافيه الماسك مش شفافيه اللير. في فرق بين شفافيه الماسك وفي فرق بين شفافيه اللير. طيب يعني ايه شفافيه الماسك؟ يعني انا لو جيت رسمت، لو قللت دي كده وجيت رسمت ماسك تاني على نفس السوليد هيبقى شكله او لونه عادي جدا بلون السوليد. يبقى دي شفافيه الماسك وليست شفافيه اللير. شفافيه اللير اللي هي لو دوسنا تي على اللير فهنلعب في الاوباستي، فهي شفافيه اللير كلها يعني كل الماسكات اللي عليه. تمام كده فهمنا. طيب دبل ام خليه ايه ماسك اوباستي للاخر. بعد كده الماسك اكسبانشن. ايه الماسك اكسبانشن؟ زي الاكسبانشن اللي موجوده في الفوتوشوب. لما بنيجي نعمل سيليكشن وحابب اخد سيليكشن او اكبر السيليكشن حاجات بسيطه كده، فانا بكبره بعيد عن الباسز بتاعته اللي انا خدتها. فانا هنا نفس الكلام، لو انا جيت مسكت كده وزودت الاكسبانشن بتاعي فبصوا الباسز بتاعتي فين، انا كبرت الشكل عن مكان الباسز او صغرت الشكل عن مكان الباسز براحتي. فانا ممكن اعمل له ايه؟ ممكن اسجل له كي فريم زي ما عملنا في الباونسنج في السكيل. ان انا سجلت له كي فريم هنا كده، وبعد 15 فريم مثلا قلت له بقيت بالزيرو بتاعتك او الستاندر بتاعك، وممكن قبلها بشويه كده تيجي تاخد بقيمه اكبر من الزيرو ونديله ايزي ايز، كليك يمين كي فريم اسيستنت ايزي ايز، ابتدي نديله باونسنج زي ما احنا شفنا كده. فانا عملتها برضو عن طريق ان انا عملت اكسبانشن للماسك لير، ما عملتش سكيل، مع ان انا ممكن اعملها برضو عن طريق السكيل زي ما احنا شفنا وعرفنا من السيشن اللي فاتت. تمام. يبقى انا كده فهمت ايه هي الاوبشنز بتاعت الماسك باسس. فهمنا كده الماسك باسس بيتعمل بيه ايه؟ بيتعمل بيه شغل كتير قوي. طب تعالوا نشوف حاجه معموله كده بالماسك باسس كانت زي ده مثلا. ده كان معمول شيب لاير وماسك باسس. بصوا القطعات اللي موجوده كده في الفيديو دي. بيتعمل بيها برضه شغل في السلايد شو زي حاجات زي كده مثلا. ده كان برضه معمول بماسك لير وشيب لير. ماسك لير زي الحاجه اللي طلعت دي، اللير اللي طلعت دي، الشيب لير كل اللي بيحصل حوالينا. اللير اللي بتطلع دي كده ماسك لير. نجرب كده نعمل بقى حوار الماسك والشيب ده على حاجه، صوره او فيديو او تكست. والله لو افترضنا ان انا هجيب مثلا نفس الفيديو ده حابب اعمل عليه او اطلعه بشكل حلو، اعمل له بدايه كده ان يخش بيها. انا عندي الفيديو اهو، طيب انا عايز الفيديو ده يخش بمنظر معين بشكل معين. ايه هو الشكل المعين؟ والله انا بفكر اعمل له ماسك دايره مثلا، شيفت عشان تحافظ على الدايمنشنز، كنترول عشان تطلعها من نص الشاشه. طيب حلو الكلام كده، معنى كده ان الفيديو هيظهر جوه الدايره جوه الماسك اللي انا قلته عليه. طيب والله انا حابب كمان اعمل له فيزر،
اختصار الفيزر اف، يعني اختصار الماسك فيزر فهو اف. ان انا افكر اعمل له فيزر كده للاطراف يبقى بالمنظر ده. طيب بفكر كمان اعمل له اكسبانشن يطلع بشكل معين دبل ام، ونبتدي نروح للماسك اكسبانشن نسجل له كي فريم، ان احنا هنقلل الكي فريم كده، وبعد مثلا ممكن 20 فريم يبتدي الماسك بتاعنا يكبر قوي كده يجيب الشاشه كلها. فاحنا كده كاننا دخلنا الصوره بتاعتنا او الفيديو بتاعنا بمنظر معين. تمام، فتحنا الفيديو بتاعنا بشكل معين او بستايل معين، اديت له برضو قيمه او حلاوه للفيديو. طب تعالوا نعمل حاجه تانية، والله ممكن نقول له خلي لي دي بزيرو، انا عايز اعمل مثلا ماسكات عليه. ايه هي الماسكات؟ مش عايز اعمل دايره خالص، دوست على الماسك ومسحته، هعمل ريكتانجل. ريكتانجل ده اول واحد بالمنظر ده، تاني واحد بالمنظر ده، تالت واحد بالمنظر ده. طب انت عملت تلات ماسكات، عايز تعمل ايه؟ هسلكت على التلاتة واقول له ام عشان يفتح لي الماسك باصز واسجل لهم كي فريم. طيب بس انا عايزهم ما كانوش كده في الاول، اول واحد ده مثلا كان فوق كده، سلكت على الاثنين كي فريم الاثنين فيرتكس اللي تحت وطلعتهم، سلكت على الاثنين اللي فوق ونزلهم العكس، سلكت على الاثنين اللي تحت وطلعهم ايه؟ العكس. طيب انا عايز بعد 10 فريم يبقى اول ماسك لاير ده دخل كده، بعد 10 فريم تانيين الماسك التاني بتاعي دخل كده، بعد 10 فريم تانيين الماسك التالت بتاعنا دخل كده. ممكن كمان بعد 10 فريم كمان الماسك ده من هنا كده فتح بالمنظر، سلكت على كي فريم، كي كليك يمين، كي فريم اسيستنت، ايزي. تعالوا نشوف كده احنا عملنا ايه. يبقى احنا عملنا دخله برضو بشكل معين للفيديو بتاعنا. والله انا حابب الماسك التالت ده وهو داخل وهو بيتفتح كده من هنا كده، يبقى معاه دبل ام، يتسجل معاه ماسك فيزر بس في الاكس، ان هو بيفتح كده حصل فيزر في الاكس عشان يبقى ما يبقاش مقطوع قوي، مش باين ان هو مقطوع، يبقى داخل بالشكل ده. بالمنظر يبقى انا فتحت الفيديو برضو بشكل معين او بشكل حلو، رسمت الشكل بتاعي. طيب فهمنا كده ازاي انا اقدر اعمل بالماسك لاير شغل. ماسك لاير بتعمل بيه شغل كتير جدا وشغله كله حلو. طيب تعالوا نعمل حاجه بيزك كده منه. انا عايز اعمل لوسيرد منه. ايه اللوسيرد ده؟ قال اللوسيرد دي لما بتيجي مثلا بوزيشن بيجي يتكلم، لو حد مثلا بوزيشن جه يتكلم عن نفسه فبيتكتب اسمه وبيتكتب تحت التايتل بتاعه، احنا بنعملها له كده كان بتاع بتتفتح كده بتتفرد، بيتكتب عليها اسم الشخص والتايتل بتاعه او البوزيشن بتاعه ايه. تعالوا نعمل حاجه بسيطه كده، انا ممكن اعمل سوليد لاير واديها مربع وبفكر اخد منها ماسك، فانا هقف على اللاير عشان ما يعمليش شيب وابتدي ارسم ايه؟ مربع. فانا عملت ماسك، انا دلوقتي عايز المربع او المستطيل ده يتفرد، يبان ان هو بيطلع من الشمال لليمين كده بيتفرد. في ناس هتقول لي ما انا عايز اطلعه بوزيشن، هو هيطلع بوزيشن بس هيبان ان هو بيمشي مش بيتفتح، انا عايز يبان ان هو بيتفتح. فاجي اسجل له اكيد حركه في الماسك باص، يبقى اي تغير بيحصل للماسك بتاعي بسجل له كي فريم في الماسك باص. فانا لو قلت له كي فريم كده ان في الاول او خلي لي دي بعد 15 فريم هي كي فريم ده ان هو بالمنظر ده، وفي الاول كان كده، سلكت على الاثنين دول شفت وانا بتحرك عشان يمشي في خط مستقيم طلعوا لبره ايزي ايز، يبقى الشكل بتاعي اتفتح بالمنظر اللي انا شايفه ده، وبعد كده يتكتب اسم على المكان ده. مش دي حركه يعني ينفع نعمل لها موشن بلور؟ يبقى وهو طالع كده بصوا البلور، البلور اللي هو واخده بدل ما هو كان شارب في الاول لا اديته بلور كده، يبقى هو الشكل بتاعي طلع بالمنظر ده بيتفتح ويتكتب عليه تكست. خلونا نكتب تكست مثلا بتقول موشن جرافيك بس كده. ممكن نغير الفونت ده، هذا ده لذيذ، ممكن نكبره بس شويه
ممكن نحط الانكر بوينت بتاعتنا في نصه، الانكر بوينت بتاعته يعني في نصه، ونالاينه في نص الشاشه، نمسكه بايدينا كده ونبتدي نحطه على اللاين. طيب انت عايز تعمل ايه؟ انا كده ما عملتلوش حاجه، انا عايز اول ما يجي يتحرك الخط بتاعنا هو يتحرك كمان. هسجل له بوزيشن، كليك، روح هنا، كليك تاني اد، بس في الاول كان هو بره كده مع الخط بتاعنا. ايزي ايز بالكي فريمات دي، فابتدى ان هو ايه بيخش مع الخط بتاعي بمنظر لذيذ. ممكن يقف كده في الاول، نرجعه لورا شويه كمان عشان يبقى فيه بطء في الحركه. يبقى دخل مع الخط بتاعي بشكل لذيذ جدا. طيب انا كده هو دخل من بره لجوه. طب افرضوا انا حابب ان اخلي ان الخط ده هو اللي بيرسمه، يعني مجرد ما الخط يعدي كده يظهره، فانا بدل ما هعمل له بوزيشن هعمل له برضه ماسك. قال لي الماسك احنا قلنا بينفع يتعمل على تكست، يتعمل على فوتوشوب فايل، يتعمل على انستريتور فايل، فيديو، صوره، الماسك ينفع نعمله على اي حاجه. مجرد ما تقف على اللاير كده وتعمل ماسك فهو بيعمل ماسك. يعني انا لو واقف كده عايز ايه اعمل ماسك على المربع ده، فاقول له ايه على التكست، انا كده عملت ماسك على التكست. طيب عايز تعمل ايه؟ هسجل ماسك باصص ان هنا كان هو بقى ظاهر في الاول كده، او في الجزء ده هنا كده كان الماسك بتاعي ده مقفول مش موجود في المنظر. مجرد ما هو عدى فهي كده ايه بتظهر لي الكلمه معايا. ممكن نخلي الكلمه فيه سرعه في الكتابه بتاعتها شويه. يبقى انا كده خليت الكلمه كان الخط ايه بيظهرها لي. ممكن نعمل حاجه كمان، ممكن اديلها ايزي ايز، كليك يمين ايزي ايز. ممكن اعمل ايه فيزر في الاكس، اقول له فيزر اكس، حاجه بسيطه قوي كده. طيب انا عشان ما بينش الطرف اللي ظهر ده فانا همسك الاثنين دول وادخلها لجوه شويه. يبقى انا كده كاني قلت له ايه الخط هو اللي هيكتب لي الكلمه، يعني هو اللي بيرسم الكلمه معايا. فانا كده عملت حاجه اسمها لوسرد، ينفع نكتب عليها بوزيشن وينفع نكتب عليها تايتل للبتاع ده. طب خلينا نعمل ايه؟ والله هاخد دبل كليك من اللاير دي السوليد، بس المره دي هغير لونها. طب انا عشان اعمل اديت للسيتنج بتاعت السوليد، قال لي يا اما تروح لقائمه لاير تقول له سوليد سيتنج، يا اما تدوس الشورت كات اللي هو كنترول شيفت واي. يبقى كنترول شيفت واي بتغير لي لون، بتفتح لي الاديت سيتنج بتاعت السوليد. انا عايز اعملها ايه؟ عايز اعملها لونها ابيض. اوكي نيو. طيب انت ليه عملتها ابيض؟ قلت له ان انا عايز في الكي فريم ده هنا كده همسك الفيرتكس بتوعهم بتاعت الماسك اللي فوق دول وهنزلها لتحت كده شويه. طيب وفي الاول هعمل نفس النظام، همسك الاثنين دول وهنزلهم لتحت كده شويه. طب ليه؟ انا عايزها تبقى بالمنظر ده. ليه انت عملتها بالمنظر ده؟ عشان انا هعمل لمعه في البتاع من تحت، هقلل الاوباستي بتاعتها بالمنظر ده. طيب انا قللت الاوباستي فبانت كانها شارب قوي، حاده من فوق قوي. يبقى اعمل ايه؟ اعمل فيزر. مش ده ماسك؟ فيزر، فيزر في الواي. طيب ممكن نقل كمان الاوباستي بتاعتها شويه، يعني نخليها 10 ولا حاجه، تبقى حاجه لمعه طفيفه كده في الخط الازرق بتاعنا اللي تحت. يبقى انا كده عملت ايه؟ لمعه بسيطه قوي على الخط الازرق من تحت، عن طريق ان انا عملت سوليد تانية دبليكيتد من نفس السوليد الاولانية بتاعتي وعملت الشكل اللي قصادنا ده. يبقى ازاي نعرف نعمل لوسر؟ ازاي نقدر نعمل الحركات دي كلها؟ نقدر نعملها عن طريق الماسك لاير او السوليد لاير. طيب خلونا نعمل حاجة تانية كده. والله انا بفكر اعمل سوليد لاير بيضة. طيب هعمل ايه من السوليد لاير بيضة دي؟ هاخد منها ماسك بالمنظر ده. تمام، وهعمل الماسك ده دوبليكيتد، بس المره دي همسك الماسك ده واخد الاثنين دول كده اصحابهم بالمنظر ده هنا كده. طيب وهاخد من ماسك رقم واحد دوبليكيتد واحطه هو كله تحت كده. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز الشكل اللي قصادي ده يبان ان هو بيترسم بالمنظر ده كده. ممكن نيجي في الماسك رقم 2
واقول له ماسك اوباستي اللي هو لي شويه، يبقى بالمنظر ده عشان يبان ان هو ايه هيترسم قصادي. نديله 60 او خليه 70 عشان يبقى واضح شويه ويبان ان هو بيترسم قصادي. طب انت عايز تعمل ايه دلوقتي؟ انا همسك كل اللاير واقول له ام ماسك باصص. طيب خلينا نمسك واحد واحد ونسجل له كي فريم. انا عايز بعد 10 فريم او 15 فريم، اول ماسك كان هنا بس في الاول كان التو فيرتكس دول بتوعه كده. مش موجودين. بعدين ابتدوا ايه؟ طلعوا. طيب بعد ما هم طلعوا المفروض ماسك رقم 2 بعديها ب 15 فريم. كان هنا بس في الاول هو كان كده. تمام وبعدين اترسم كده. طيب بعد 15 فريم ماسك رقم 3 كان هنا بس في الاول هو كان كده. اترسم ايزي ايزي على الكلام ده كله. تعالوا نشوف كده احنا عملنا ايه. طيب والله حاسس ان هو بطيء شويه عايز اسرعه، هدوس الت وامسك من الاخر كده وابتدي ايه اسرعه. يبقى انا كده عملت له سيرد برده مرسومه بشكل معين. والله ممكن ادي لهم كلهم موشن بلور وادي لها ايه موشن في السرعه بتاعتها تطلعها لي بشكل حلو كان الشكل الاقصادي اترسم. يبقى انا دي كل الكلام اللي انا بعمله ده اسمه لو سيرد. وفهمنا ازاي اقدر اعمل لو سيرت عن طريق ان انا بعمل ماسك لاير واسجل ماسك لاير من السوليد لاير ابتدي ارسم الشكل اللي انا حابه او شايفه في دماغي عايز اعمله. طيب خلونا نعمل حاجه كده انترميديت شويه صعبه شويه. انا هعمل برده ممكن اجيب صوره. خلينا نجيب صوره المره دي زي دي كده وابتدي احطها واعمل عليها ماسك دايره. اي صوره اي لاير احنا قلنا بنشوف السنتر بوينت بتاعها بيبقى لها سنتر بوينت. طيب انا عملت دايره اهو. طيب عايز تعمل ايه؟ حابب اعمل عليها دايره تاني بالمنظر. طيب بس المره دي بقى عايز اطرح الدايره اللي جوه من الدايره اللي بره، فقلنا ايه بنعمل سبتراكت للماسك التاني بالمنظر ده. طيب عايز تعمل ايه؟ والله حابب ان الاثنين دول يظهروا ان هما بيظهروا من الزيرو لل 100، فانا هسجل لهم ماسك اكسبانشن ان هما كانوا كده. اول دايره دي مقفوله والتاني دايره اتقفلت عليه. وبعد 15 فريم او 10 فريم دي ظهرت بقت بزيرو ودي بقت بزيرو، وصلت للستاندر بتاعها. في الشكل بتاعنا بيبان ان هو بيعمل ازاي كده، بتفتح من زيرو ل 100 مع بعض. بس انا مش عايز كده، عايز ان الدايره الاولانيه الكبيره هي اللي تطلع الاول وبعد كده ايه الدايره الصغيره. فانا همسك الاثنين كي فريم اللي تحت دول ازقهم كده، فمعنى كده ان الدايره الكبيره هي اللي فتحت الاول والثانيه راحت محصلاها. طيب ايزي ايز على الكلام ده كله. كي فريم ايزي ايز. يبقى شفنا ان الدايره بتفتح وبعدين الثانيه بتحصلها. طيب حلو الكلام ده. عايز تعمل ايه؟ والله بفكر اعمل دلوقتي دوبليكيت من اللاير دي. كنترول دي وافتح يو
وامسك دي، لما دي تبتدي تفتح التانية بتبتدي ايه تخش وراها. فانا عملت كده ان واحدة بتفتح والتانية بتحصل. طيب عايز تعمل ايه بقى؟ ممكن نيجي نديلها افكت مثلا اسمه هيو ساتوريشن. افكت الهيو ساتوريشن ده بنقدر نغير بيه الوان الحاجة اللي احنا حابينها او اللي احنا شايفين ان احنا ممكن نغيره بيها. طبعا كل ما بنيجي نفتح الافتر افكت بالذات قائمة افكت اند بريسيتس لازم تهنج كده او لازم تقف شوية وبعدين تلاقيها ايه اشتغلت. هي عملت لي نوت ريسبوندنج للفيديو بس هي دلوقتي هتشتغل وتظبط الدنيا. اهي اشتغلت تمام. لو جينا كتبنا هيو هنلاقي افكت هيو ساتوريشن. هيو ساتوريشن ده بيعمل لي ايه؟ تغير للون. لو انا جيت حطيته على اللاير اللي فوق خالص وقلت له افكت كنترول، قلت له اديني كلرايز، ادي لها ساتوريشن، اديني تشبع في اللون الاحمر ده، وجينا بس نبص كده احنا عملنا ايه، فنلاقي الدايره فتحت ابيض وبعدين كملت فتحت احمر. والله بفكر اعملها دوبليكيت كمان ودوس دوس يو ان هي اول ما تيجي هنا كده وهي الثانيه دي بتفتح تبتدي دي ايه تيجي تحصلها. ونغير اللون بتاعها، ممكن ندي لها لون تاني ازرق مثلا ونخليها ايه بتفتح على بعض كده. فهمنا ايه هو الماسك لاير واقدر اعمل بيه ايه. الماسك لاير اقدر اعمل بيه حاجات كتيره. تعالوا نشوف الاساينمنت بتاع السيشن دي او المحاضره دي ونبتدي ننفذه ونترجمه مع بعض. طيب الاساينمنت بتاع المحاضره دي بيقول ايه؟ ازاي اقدر اعمل ابيلينج او ديس ابيل عن طريق الماسك لاير. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل دلوقتي الشكل اللي قصادي ده. التكست بتطلع من ورا اللاين، من ورا الخط اللي عندي. طيب لما نيجي نترجم الفيديو ده زي ما بنترجم كل فيديو هنلاقي ان هو الاول اتعمل سوليد لاير واخده لون، بعد كده عملنا تاني سوليد لاير لونها ابيض عشان نبتدي نعرف نطلع منها اللاين ده، وسجلنا له ماسك باسز عشان يبان ان هو بيتفتح لفوق كده، وبعد كده كتبنا تكست يمين وشمال وابتدينا نخليها تطلع من ورا التكست او من ورا اللاين بتاعنا. طب تعالوا ننفذه ونشوف هنعمله ازاي. طيب انا هروح على الافتر افكت واقول له كلوز بروجكت وابتدي يعمل لي نيو بروجكت. انا هعملها كنترول ان كنترول واي عشان نعمل سوليد لاير نديها لون، وهندي لون بالمنظر ده كده. اوكي طيب اعمل سوليد لاير ثانيه عشان نخلي ناخد منها اللاين نخليها لونها ابيض. جيب بقى واقف عليها كده وجيب الريكتانجل تول واعمل منها ماسك بالمنظر ده. انا عملت لاين اهو، وممكن نقف كده نديله الكي فريم بتاعته زي ما احنا عملنا اللاين. دلوقتي نقدر نديله الكي فريم بتاعته، نخلي الانكر بوينت بتاعته في نص الشاشه، وكمان ممكن نلاينه في نص الشاشه. تمام نسجل له ماسك باصص بقى. انا عايز ان هو بعد 10 فريم كان هنا وفي الاول كان مقفول في النص، فعشان اقفله في النص بقف على الباص بتاعه واقول له دبل كليك شيفت. لو انا لعبت فيه كده لوحده هيلعب من جزء واحد بس، انا عايزه يقفل من ناحيتين فهقول له شيفت وكنترول عشان يقفل من ناحيتين زي ما احنا شايفين كده. فانا كده قفلته ويبان كده ان هو ايه كان مقفول وفتح. طيب ايزي ايزي الكلام ده، يبقى الشكل بتاعنا بيتفتح كده. طيب هنيجي نقف عند اخر كي فريم بعد ما هو فتح، وهبتدي اكتب تكست بتاعتي بتقول ايه؟ موشن جرافيك كورس، وممكن اجي هنا احط الانكر بوينت بتاعتهم برضو في النص وابتدي اكبر الشكل بتاعي بالمنظر ده. ممكن اخد منه نسخه تانية كنترول دي وابتدي اروح اوديها الناحيه اللي هناك وابتدي اغير فيها شريف محمد. ممكن اللي هناك دي نصغر الفونت شويه عشان تبان الكلمه كلها او الجمله كلها بالمنظر ده. يبقى انا كده عملت ايه؟ كتبت جملتين او كلمتين وعملت اللاين وعايزهم يفتحوا من عند اللاين. فابتدي امسك اللاير بتاعت التكست الاثنين دول واسحبهم كده يظهروا من اول ما الخط فتح. تمام
انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ عايز اسجل لهم هما الاثنين بوزيشن، ان دي هتيجي مكان دي ودي هتيجي مكان دي. تمام، هسجل بوزيشن للاثنين، وفي نفس الوقت هجيب الماسك وهعمل عليهم ماسك، كل واحده هعمل لها ماسك. اقف على شريف محمد وابتدي اعمل لها ماسك، واروح اقف على موشن جرافيك وابتدي اعمل لها ايه؟ ماسك. طيب نقف على الاثنين لاير وندوس ام ونسجل الماسك باصص الاثنين كي فريم. يبقى انا كده سجلت كي فريم للبوزيشن، كي فريم للماسك باصص. اقف على الاثنين لاير ودوس يو عشان تفتح الحاجه اللي متسجل لها كي فريم، فابتدي يقول لي انت مسجل كي فريم للماسك باصص والبوزيشن، الماسك باصص والبوزيشن. تمام، انا عايز ايه بقى؟ عايز ان بعد الوقت ده اللاير دي جت الناحيه دي، فهي اتحركت اهي بالماسك اللي عليها، واللاير الثانيه جت العكس اتحركت بالماسك اللي عليها. هل هو هنا سجل كي فريم للماسك؟ لا، هو ما فيش تغير حصل في الماسك باص. هيحصل امتى؟ لما اقف كده واقول له دبل كليك على الماسك باص واوديه العكس الناحيه الثانيه، دبل كليك واوديه الناحيه الثانيه. تمام، يبقى انا كده سجلت ايه؟ خليها ايزي اي كي فريم اسيستنت ايزي ايز. كده عملت الحركه بتاعتنا ان الخط بيفتح وبعدين التكست بتخش جوه الخط. لا، انا عايز العكس، عايز التكست بدل ما هي بتخش جوه الخط تطلع بره الخط. يبقى هنعمل ايه؟ انفرت للماسك بتاعنا. يبقى كده بانت ان هي بتطلع من بره الخط. طب هي ليه باينه ان هي بتطلع من فوق الخط؟ عشان هي اصلا فوق الخط. لو جينا كده مسكنا الخط وخليناه هو اللي فيها، فيبتدي كده يطلعوا من ورا الخط بتاعنا. طيب انا حابب ان واحده تطلع وبعدين الثانيه تحصلها، فانا همسك اللاير بتاعت الثانيه ازقها كده شويه يبان ايه بالمنظر اللي قصادنا ده، ان اول واحده طلعت وبعدين الثانيه حصلتها. ده كده يبقى نهايه السيشن رقم 3 او المحاضره الثالثه بتاعتنا. خلوكم معانا في المحاضره الجايه، وهتبقى شيب لاير او وركينج ويز شيب لاير، هنشرح فيها يعني ايه الشيب لاير واقدر اعمل بيه ايه. تابعونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.